أوزوريس الإله الأب وقف كده، وبعد كده إيزيس الإله الأم، وبعد كده حورس الإله الطفل. ليه قلت لكم الطفل؟ هقول لكم بعدين. أوزوريس وقف على الأرض أو استباية عالية شوية، ليه؟ عشان هو لازم يجي من جزء عالي لأن هو رب الموتى. طب اسمه إيه؟ أنا قلت لكم من امبارح الآلهة بتبقى خرطوشتهم مفتوحة والملوك ما خرطوشتهم مقفولة. أدي الخرطوشة مقفولة بتاعت الملك. طب الآلهة قدام وشه هنلاقي خرطوشة، أدي واحدة أدي التانية أدي التالتة. طب الخرطوشة الأساسية بتاعت أوزوريس، أوزوريس كان اسمه إيه بقى؟ اسمه إير إيست وين نفر نسيت. دلوقتي مش الواحدة لما بتدلع جوزها بتقول له يا عيني تمام يا جميل، ده دلع مصري. ليه؟ أوزوريس أساساً اسمه إيه؟ إير إيست، عين إيزيس. بص شكل العين، إير إيست عين إيزيس، وين نفر نسر الموجود كالإله الجميل.